إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه رسالة جلية القدر، نبيلة المقصد، صادقة اللهجة، مشرقة المعاني، بعث بها الإمام العالم الرباني الإمام ابن القيم الجوزيّة إلى بعض إخوانه ليحدثهم فيها حديث النصح الوجري والمشفق الحادمي عن ذكر الله تعالى وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وبهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا، وليقص عليهم في سطورها منزلة هذه العبادة العظيمة ورفيع مقامها وجليل مكانها وفي هبتها وعوائدها على أهلها، وليبصرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين، وأنها منه بالمحل الأسنى والمقام الأسمى والدرجة العالية الرفيعة، وليتلو عليهم من كتاب ربهم وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها، وليعلمهم هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وقدوتهم فيها قولا وعملا، ليأتوا البيوت من أبوابها ويقصدوا رضوان الله تعالى من سبيله الذي اختار لهم، ويبلغوا مراد الشريعة على جادة مأمونة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يقولون: ومن سلك الجدد أمن الآثار. وتلك لأمر الله غاية جليلة، وما يوفق للدعوة إليها والدلالة عليها إلا موفق ذو حظ عظيم، ولمثلها سعى المصلحون، وتسابق أهل الحديث والسنة في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء. وها نحن إخوان الكرام مع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وما زلنا مع الصلاة وحديث سيدنا زكريا عليه السلام، والذي يقول فيه: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وما زلنا مع أسرار الصلاة، كما يقول الإمام أن الصلاة هي إقبال على الله عز وجل، وهذا الإقبال في الصلاة على الله له ثلاثة مراتب، إخواني أو منازل: إقبال العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة لها. الثاني: إقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبد الله كأنه يراه. والثالث إخواني الكرام: إقباله على معاني كلام الله وتفاصيله وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. يعني هم ممكن نضع عناوين لتلك الثلاث منازل: إقبال العبد على قلبه، يعني وهذا يدور حول القلب، يعني الصحيح السليم، يعني واضح، فمراقبة القلب وحفظ القلب وإصلاح القلب مداخله ومخارجه ومسالكه. والثاني: الامتثال
وهو إقبال العبد على الله عز وجل بمراقبته. اعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والثالث إخواني يدور حول التأمل والتدبر والتفهم والتبصر حتى يصل إلى التذكر، وهو إقباله على معاني كلام الله عز وجل، آيات الله المتلوة وتفاصيله، وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. هنا نقطة مهمة جدا، أن العبد يعني لابد أن يشتني ثمرة الفكرة، فإن التذكر التفكر طلب، والتذكر وجود، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واشتناء ثمرة الفكرة لابد من 3 أشياء: قصر الأمل، والتأمل في القرآن، وتجنب مفسدات القلب 5: الشبع والمنام، والخلطة والتعلق بغير الله، والقبح التمني الذي لا ساحل له. فباستكمال هذه المراتب 3 يكون العبد قد أقام الصلاة حقا، قد أقام الصلاة حقا، ويكون إقباله على الله، ويكون إقبال الله على المصلي بحسب ذلك، بحسب استكمال تلك المراتب اللي هي القلب والامتثال، والثالثة التدبر والتأمل للوصول إلى التذكر. فإذا انتصب العبد قائما بين يدي الله، فإقباله على قيومية الله وعظامته، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة. وإذا كبر الله تعالى كان إقباله على كبريائه، كان إقباله على كبريائه. وإجلاله وعظمته، وكان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه والثناء عليه وعلى سبحات وجهه وتنزيهه عما لا يليق به، ويثني عليه بأوصافه وكماله. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان إقباله على ركنه الشديد وسلطانه وانتصاره لعبده ومنعه له منه وحفظه من عدوه. وإذا تلا كلامه القرآن كان إقباله على معرفته في كلامه، كأنه يراه النقطة اللي قلناها اللي هي الامتثال يا إخواني الكرام، ويشاهده في كلامه، واضح. كما قال بعض السلفي: لقد تجلى الله لعباده في كلامه. والناس في ذلك أقسام، ولهم في ذلك مشارب وأذواق، منهم البصير والأعور والأعمى والأصم والأعمش وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة. فهو في هذه الحال ينبغي له أن يكون مقبلا على ذاته وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وأحكامه وأسمائه، وتنزيه عما لا يليق به. وإذا ركع العبد كان إقباله على عظمة ربه الركوع، وإجلاله وعزه وكبريائه. ولهذا شرع له في ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من السجود كان إقباله إذا رفع وإذا ركع كان إقباله على عظمة ربه به وإجلاله وعزه وكبريائه. ولهذا شرع له في ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء.
فإذا سجد يا إخواني الكرام كان إقباله على قربه، ونقطة مهمة جدا نقطة القرب، وهذا يأخذنا إلى المرتبة الثامنة من مراتب منزلة الحياة يا إخواني الكرام. أنه قسم الإمام الهروي قسم منزلة الحياة إلى 10 أقسام، والقسم الثامن هو حياة الفرح والسرور. أيها الإخوة الكرام، حياة الفرح والسرور، حياة الفرح والسرور يا إخواني الكرام، حياة الفرح والسرور، وهذه هي حياة المشاهدات والمعاينات. وكذلك الإمام ابن القيم تكلم نفس الكلام في منزلة المعاينة، في منزلة المعاينة إخواني الكرام، يعني وقال فيها: ليس وليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية، وليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية، يعني واضح، الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق والكلام عن ذلك من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام بعض الصحابة زي عبد الله بن حرام الأنصاري. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والجنة عند قدم أمك، والقوم والجنة تحت ظلال السيوف، وإذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم وحلق الذكر. إخواني الكرام، فنقطة مهمة جدا، فإذا سجد العبد كان إقباله على قربه والدنو منه، يعني قربه والدنو منه. والإمام ابن قيم الجوزية يعني قسم المسألة هنا بالنسبة بالنسبة للقرب، قرب الظاهر وقرب الباطن وقرب الحال، قرب الظاهر وقرب الباطن وقرب الحال إخواني الكرام. فإذا سجد كان إقباله على قربه، كان إقباله على كان إقباله إخواني على كان إقباله على قربه. فيقول الإمام هنا عن حياة الفرح والسرور، يقول الإمام ويقول المرتبة الثامنة من مراتب الحياة حياة الفرح والسرور وقرة العين، وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه. فلا حياة نافعة إخواني الكرام، فلا حياة نافعة له بدونه، بدون أن فلا حياة نافعة بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس السائرون إلى الله عز وجل والدار الآخرة، واضح إخواني، يدندن حولها الناس كلهم، وكلهم قد أخطأوا طريقها وسلك طرقا لا تفضي إليها بل تقطعه عنها إلا أقل القليل، يعني كله يبحث عن السعادة بس كله أخطأ الطريق إلا أقل القليل، يعني فدار طلب الكل حول هذه الحياة، حياة الفرح والسرور، وحرمها أكثرهم، وسبب حرمانها ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الايه وضعف الهمه اخواني الكرام. نسال السلامه. اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم والقي في قلوبهم الرعب، والق عليهم رجزك
وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم، هزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم، اللهم اكس عاريهم أطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء والغلاء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.